الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الباب الاول باب قرى وحوي في النصوص نصوص المهنيه نصيحه للتشبيه اله المخلوق وجهه لم يعد كتاب ولا هذا نصوص تنوتين هي سئل إله المخلوق وجهه. الفصل الاول مسموح كما هي المسم تشاعر حيكره تمهيد وتبغش عن بدا نقاط قرنيه ارم تمهيد وتبغلع وين بشوي في معنى الاحكام احكام معنى شبهية اللي هو التشاعر تشاعر في احكام معنى هولي وعن حيث في اللغة حتى اللغة هي والاصطلاح سيء علماء الاصول اي علماء الاقليه كل شيء وفيه حافظ بعض مسائل حافظ المسألة الأولى مسألة واحدة ومعنى الإحكام ومحكم كل هذا المبره والثبوت معناه في اللغة حاجة اللغة إحكام في اللغة محلوبها الإحكام من مادة حكمه في الهرط أصل كذا المادة دي سأصل كوحاوية حكم أولية وهي إيه مسألة حكمه تدور وحيكون إيه على معنى يهوي لغة معنى يكون إيه ومعنى قلت ما داويه الأول يكون هو المنع ما إحكام معناها ما اسم كل ما دا والعرب عرب تقول وحيده حكمت وان معبع وان ايه وان دي وحكمت ومكاسي وعدل لازم نبكر وحكمت صدح وتها وحاولي بمعنى منعت وان دي وردت وان ايه صدح معه ومنه حاكم الحاكم محان كان محكمة فقه حاكم ليني الذي كيو يمنع من ايه الظالمة دردرولها من الظلم دردرولك من ايه ويا حاكم وككم من ايه دردرولها دردرولك من ايه ويا وقال الاسماء يقول اصل الحكمة وحاول رد هجر منك ارنتي عن ظلم لقائمية ومنك هو ظلم لقائمية ومنه حاكمة حكمة بجرى كمية حكمة اللجان حكمها أليتيسة كمية حكمها أليتيسة وهي كلما حكمه لجان كليه ما كليه عادة كله بحاكا يدادا دابدا بقشا أما فرسكا لبضا فوق لبضا فوق كقرية كهوسي ككوب أجيرا ويه ومكس أفك برت البيض اللي وين فرضاح إيه بقراح أفك برت البيض اللي وين يمنعها وكمن عين ملو الدرام وريديس وكمن عين بريديس يسهر بريديس به يكمن عين ويشد إلى الآل أرده في الجري سأت الآل أرده في الشدة الدهر في الجري سأت الآل أكي سأت أكيسه إلى الآل أرده إلى بريديس ته ومعها أي جهل كلها لا يريده يكمن عينه حتى ما من بعد استريك في شمع حاجة تبقى حية وأحكم شيء شيء بكاسي ومن إيه منعه وكمن إيه من الفساد حمامت كمن إيه وحكمت السفيه وحكمت وحكمت وانقبت السفيه قرش قابله قرش قابله يا مالك سحنون ببريد سكتبت إذا أخذت ما كتبت على يديه لبني سبع عمر الثاني معنى هكذا الإتقان والصبت يقال وحالها لمن من يحسن وناجم دقائق الصناعات فرسموه منك قرصون اعاد فان لو اقول منك وناجيه ويتقنها صبع وحالها حكيم صبع وناجيه والحكم حكم حاوي العلم والفكر علم اللي فكرنا ورقه اول الصعود الله قبله قال تعالى واتيناه وانسيني الحكم علم اليوم علم بقوه وقمات كفها سنه وحاوليا حكم حكيم هذا الصلاه العالم متاسي عامل بعلمه وكاسي وحاسين حكم باسي وعلم يدين فهم سريع سبيل حاليه عن بيان اي الفهم دين تفهم كياسين الى والعلم باسي والذكر الحكيم وراء كلمة الله ذكر الحكيم اي المجتمع وقال سريع على الحكم حكمي ذكر الحكيم وحاليه وذكر متاسي مجتمع قران سريع على الحكم حكمه بالقران او المحكم امسه وعلى به والشيء والصغير
المعصوم لغير إلهي من تبرك الخلق خلق كإمامك لحظة من هذا وحابك الله الكرام محكم أي المعصوم وحوى سلوية محاولة إلهي أولا إلهي خلق كل ما دو إليها سبب والمراد به كان لولا جدنا القرآن بكل حكيم وعليه كاتب سبقان رأم فالإحكام إحكام كالمدو هو الفصل وكرسوع بين الشيئين ورشع الكرسوع فصلا كرسوع يمنع من عينها اختلاعهما اسقدر مطلب إن اسقدر مدان وتداخلهما إلى اسمحبان وهو إتقان شيء وشيء والله صغر وإحسانه إذا ونجم تيسا وكل واحد كوكستو أو من المعنى يهني لبدا المعنى ينصر مرمي كم تحر يعدد الهجر على خلال حكاية لبدا المعنى آيالها يا حديثة إنه هي لأبما ما رمه مدل كل حجر المسألة الثانية مسألة لبدا والمعنى المتشابه متشابها ولا كبير مسكر تعبر اسأل كبير إيه رأيه بما كبير إن لا كبير من متشابه معنى سواء في اللغة حاجة لبدا الشبه وأكيد والشبيه وأكيد 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 المثل وعلم والجمع وحاليا أشبه وأكيد وأشبه الشيء شيء وأكيد إذا ما ترى ما كل مرة وشارح الشيء شيء وأكيد أشياء شيء وأكيد وتشارح وأكيد إذا أشبه ما كل أكيد كل واحد كقصته منهما وكله صاحبه ما وأكيد وفي التنزيل قرأت الحقيقة أصبر والزيتون والرمان مشتبها حاله هو السؤال وغير متشابه هو السؤال غير إليه هو عم سؤالك والمشتبهات أريد المشتبهات كهو من الأمور كاملة ما كيلو كهو أغنها هي مشتبهات كهو هذا قرآن كهو هكريم لنجيه وبقى إنكار إذا لغسع يحاولي على المشكلة وأغنى قسم هذا دول من الأسنة أما قسم قاله ليس بأيه واشتبه الأمر أريد اسمه قسمه أريد اسمه قسمه ومدر مدر اسمه اعتباره ومدر لكي أنا أطلبه ومن احتمية دولية جيني وفوضا مقطع أريد هو قسمه إذا احتلب مر اسمه دمره والشباب وحاليا أريد اعتباره اسمه قسم والإشكال باكاسي والإشكال اسمه قسم والاشتباه اسمه أكي واسمه والانتباه اسمه قسم ولأجل المشارك كل يوم حسالي وأسؤالك أنت وصول إليه المسألة الثانية مسألة مع الإحكام والتشابه في الاصطلاح لغة البيمة لنجد أقراب بحاني محاول ربها اصطلاح البر إحكام إيوه تشابه محاول ربها اصطلاح البيمة القول الأول قول كهر المحكم وحاولي ما في علم الإبادين العلماء علموا أي إبادين أي بطين تأويل الفسق إيسا وكلمة الفسق كيرا الدرمي وأوقف الله أي الكجوجي الخلق خطيا على معلهم أن يسو كجوجي وهي والمتشابه ما في وهي استعثر الله على الله والمرء بعلمه إن يسو إبادة كيسا كوقت قيام الساعة ساعدة قمدير وقت يلوكر وخروج المسيح الدجال مسيح الدجال حلم بسود حي ونزول عيسى عيسى حلم بسود ولي عليه السلام ويدخل وحاجره فيه بحريسة الحروف حروف تبادل المقطع لبوبي في الله والسور سورة الدكتور الفلامين في أجلام رويل قاسم في الحامين في القاق في الياسين والنور سابق كسكور واسابق وهذا كان متشابه قواصا وقها وحاولي مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه السحابي بها الكرد ومقتضى قول شعبي عن شعب قول حسون الساسوكيري إيا سفيان الثوري إيا وضي رمى لغدا غير كرد ودميك عن الدئيسة لغدا التالي وغدا شعب يسوك دان طويلة لغدا التالي كما حكاه صور الشعبي الكردري واستحسنه يوني لغدا تستفكتا وهو واختيار أبي جعفر الدرري ويان وهذا المذهب مذهبكم هو السبع المشهور وشهر له عند من هو عبده يجعل كبه الوقف وقفك وحي كبه يعني في الآية آية دي اللي استعاد أسعاد عطة الضبابة من سورة آية الإمام يقول لكم عند لفظ الجلال جلالها لفظ ديس أكثر اللي استعاد لكم على ما سيئة تسيرون دون تفسير ما حد الأخيمها انتح أخيمها هي من المغفر بري كرام وإلا أهو وما يعلم تأويله إلا الله من هكذا المسلاك بس الله عصبونا بفاعلين
وما يعلم تأويله فسديس ما دانه إلا الله بس هذا المستدعى حديثا حيوان ولا أبو طلنت وأنا فسر كان أنا سب وأبو إسحاق بين دونهاي أقول ثان قول كلا لا المحكم ومن قول قانا ما كوي لا يعتمد أحد بارك من التأويل فسر إلا وجه واحد هذا محكم مسؤول حاوي وحاو فسر مولين فسر كبرا عنك والمتشابه ما كوي احتمال قصور تقرأ حنبار تقرأ أكثر كبر من وجه مدو حاوي متشابه وحاوي يعني كلمة حنبار كي حرف سر كبرا قال محمد بن جعفر بن زويل إيه المحكمة كلمة كالمحكمة هي يو على كوي في حرف بسوي حجة طبعا رب حجي سقصوها وعصمة العباد أطمح إلى الله قصوها ودفع الخصوم دور ياشا دفاع مربى ياشا دفاع إلى قصوها إلى والباطل باطل كالدفاع سقصوها ليس ومصنع لها يرى تصريف ليه ولا تحريف جديد أماكي لغير يحيى ودعنا نودجي عليه بكيس محكمك وحاوية وحجة ربي وأطمح سوي حجيستي قيامها والله ساعتين ويلي وإلى شمع أضمها ويلي وأحكام طلبوا بقنا إلى شمع أضمها ويلي أحكام طلبوا بقنا يوم كبكر حد مليان بيديه قرأي مال قرأي إرد قرأي مكاسي أفر جنوبة كل إلى شمع ويلي وفي المدى اللي هو الدفاع مرم بغناها اسمه تعالى مرمكا إنه بعض خلال هرطبه اللي يدني شدوية كالمجلس الذي ما سمعينه تصريف لحي تحريف قدير لغير يحيو لغير يحيو عن معكي ودير عن معكي ودير عن يجيل عليه الاسم والمتشابهة متشابهة لغير وحوص النار ووصل انك تصريف لحي وتحريف قدير وتأويل فسر ومكسي وحوص فسر ووصل انك ابتلى الله على كجره فيهن آيات المتشابهات العباد كجره ربي إله بعد امتحان أضمه بامتحان وامتحان أسوامه أضمه فقرأ لأنه يتعنى صموه فرأب بدا لأنه يتعنى صموه وآيه جرى وآيه جرى أنه يتعنى صموه متشابها بل إيه آية كإستادان المرد جريان وقرب أكبر أي أحد يؤمن فرأب بدا لسلسلوشان وفرفرع لحن كيف تتأبوتيس ابتلى الله الله امتحان فيهن آيالان الولاد أبوما ونقل ونقل ورسول بولي هذاك ورسول بولي مكاسي المحكمة ونقل ورسول بولي هذاك المثل إنهك من مجاهد ورسول بولي وابن إسحاق واستحسنه وهو أنفسهم يومنا ابن عبيا وناك سنة وناك سنة وناك أخي وهو يسرنا المنقوب وقال رسول بولي عن شافعي يوياهم رضي الله عنه في رواية لرسول بولي وعزال وحقوق المسبري ابن جوز البغدادي وابن جوز البغدادي الحنبلي الحافظ ويا ومسبري إلى شافعي بقول مسبري إلى ابن أنبار ومسبري وقال ابن وزير الحور فهؤلاء كوا ولمرأس رجعوا والعلي بالمحكم محكم قوة كل علي ويقفصل إلى النص الجلي إليه وحيدهم ونسخ مغرم عنهم وحيد محكم بكل إليه إليه كفصل نسخ مغرم ورعدا وحيد نسخ معنه سمورا هاي متشابه ويه القول الثالث قول سبحة المحكم محكمك ما كويه استقل كريوري بالنفسه اسكبوا كريوري ونبع عن الآيات اللي فصلوا اسكبوا كريوري إن آيات كالوالا بونتو ولو فسره ونبع عنها كل ما عنيسو أليم ولم يحدث ونبع عن إرابيان عقيم آيات كالإن الله كريم الله آيات أنا معنيسة عقيسة ونبع عنها والمتشابه ما كيوي إحتاج وبعض إرابيان عقيم ومحضورة إن آيات كالوالا كريم وعقيسة القرآن يفسر بعض ببعضا بل يريد أما سيح حديث مكينة وهو يسألنا الله وكرام الإمام أحمد إمام أحمد كلام في سبعة سواسية لأنه إمام أحمد في كتاب الهدي ردد كتاب كيف على الزنادقة كفر على الله وقلو وكوه الدين إيا جهنية صفة ديالات وكوه الدين وحوالي إيا بيان ما كي عظيم سكتاب على الله
ضلع على كنتي في هذا أيضاً أزرعت على كنتي ومن متجاهل القرآن كتاب إنت حسن من الإصابة عبدينك واحد كنتي زنادقه ومن سهر القرآن عميله ذكر كشه آيات عين كشه وآخر يخل بذلك يفسرها ويفسرها ويبينها وعبينها وقع يخل الإمام أحمد في موضع ملوح فيه المحكم محكمكم الذي كيولي ليس وسرحين فيه بحديثة اختلاف اصدر النقل معنسا صدر مرض والمتشابه متشابه الذي كيولي يقوم حاله في موضع كلاء ماشى السلاسة وفي موضع كلاء ملك المعنى كم يقران ماشى حاله وكسر ونسبه القاضي بنسبه أبي يعلى إلى عامة الفقهاء يؤرد بنسبه فقهاء كل بيت إسراء واختاره اسم أبي قرطب ومثال بمثال النحاس شاهد له للمحكم محكم كله كل ثاني بقوله تعالى ولم يكن موحانا له حارس غسل ماء كفوا لم أحد ما معنا يحكم له وقوله تعالى يعلق الكيسي وإن يعني لغتار ما أحب بنا حي ما أحب بنا حي لمن فيه تار صامرا ولم يتشابه لكل ثانية بل غير هذا لقوله تعالى إن الله أن يغفر وقعها الذنوب جميعا كلها وآية مطلقة ويانا مطلقة بنت الحد الله يرحمهما وآية لإجمال سن يعني ذنب ذنب في الديسيو ذنب إجمال سو وحضر الله من الحرم ضرر من الحرم يلجأ وارون فيه كان وحاولنا عاد فسك إلى قوله تعالى ويني أن لا نفعل لمن تعب يدب يدب أيضا محبه الله من الحرم كفر حي ضرر بل من بين يا في رب ذنوب الجميع عن بين محوط حسسين حي وفران بمفرد المسوى حسسين لمن تعب لمن تعب على رؤية الضرب على رؤية معناها على ديه غير إجمالي على دانا تخصيصي محيط التخصيصي كل الأحد لمن تعب التخصيصي وقوله تعالى إن الله عز لا يغفر ما ضعفه أن شاءك إلا شيء به أحسن ويغفر ما دون ذلك إيه دانا تنوى معناها وخصيصته أما ومدينة أبيسه محيط خصيصي هذا آية من الدنيا بأحكي غيره محيط خصيصي انت عشان دين عشان دين يقص تلك داعي مسلم بالحدود هذا بسبب قوته هو انا تخصصي كل ما تخصص لما مستحسن هو ناس بقوة الشخ أرقوا هذا قوة هذا المحكم يحاول له الناسخ وقوة ناسخة والمتشابه المنسوخ وقوة المسخي يبالي وغيري والغيري قوة عن ابن عباس وابن مسعود وقاتات ابن الدعان يوضحها وما قصد هو هذا وتابعين الى وضعه يوسد القول الخامس قول كشنع روى الخطيب البغدادي يقول به سببه لابن عباس يتلي انه قائل من في قوله تعالى ابن عباس ايات محكمه ايضا ها محكمه اكثر هي لو التي تجري فعلا ان اعقص بل قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله رجع ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا سبح عالم وياه تعقلون إيه تذكرون إيه تتقون كما سبح أيضا معاني وإذيار لذلك يعني على رأسه وعلى والمتشابهة الحروف وهي المقاطعة للقبول أما مقدارة وهي هو حال بلدي عن ابن عباس ومقاتل بن حيان عن مقاتلكم مقاتل في وقاتل ومنكر وعن أي رسل في مشبه هاين لكن يسدون بين والمقاتل بن حيان ان المتشابه هو الصبر الحروف حروف تويا المقطع لبوري من غير اشعار هي حروف من غير اشعار لما انشعار الى معنى المحكم على الانشعار وحروف اوائل اوائل الصور تعصب انشعارات بحين هيمين محكم بالمعاني ليس عن انشعارات بحين معنى بسالين قاتل كلمة كتب ليس الموتى إلي حيث تضحيه سيد إلي وقعه وقعه وما قصر قاتل قرال جيلي ياسير إيه كلمة حصوك على واحد موتى كلمة كتب ليس إلي حيث تضحيه بعضه وقصر إسمه إليه وضعه ضعك وحاولها أما المحكم محكم وفي هذه الرواية روايانا كسرا تنتم بعدها عن ابن عباس المقاتل بن حيان
محكم كهروايه كسرى هو اسم الماس والحروف المقطعه ويا حروف المقطعه وعن هاي البوكر ويا ولا ما اعتقادي هم في هذه الاقوال اقواش وما اردنا معنى اقواش المتقدمه صراحه ما اختلاف اختلاف اقواش وبسوء الامور اسكلاف كما اردنا واقتران اسكلاف ما بكما ولذلك اسم الحبيب ان اهل كل قول قول بإهل كيسا قول بإهل كيسا قد عرفوا والمعرفيين على المحكم المعرفيين ما حيكون معرفيين ببعض صفاته صفات كيسا قرك بيكون معرفيين قرول والمحكم كسيء أعطي صفات كيسا مينا والبرمينة قيبا بطبع المعرفيين بطبع المعرفيين عبيت بطبع جميع وعرفوا والمعرفيين المتشالي حيكون معرفيين بما يقابل وقع كل إنسان إنسان متشالها ثم ما المعرفية ويظهر يموقن ذلك حاسي إن ذلك أمير يبشر أكثر في الأقوال قوشك في متو أريد حاسي وحيكون موقن كوكا أقواش لكل دولة والذي كي يدمعها كل من هو إسان في كلمة كل سورة كي أن يقال ونبه المحكم الواضح المعنى وأن نعيسو أديا الظاهر الدلال تسنتيسو الموقطة إما باعتبار نفسه نفتيسا مكي رفيريو يسمى أتعوى ما أتعوى وما بحنا هي مسكرة أو تقيئة أما قيئة أما تقسيسية وما بحنا أو باعتبار غيره غير مكي رفيريو غير بطوية سيدو قاية بيت اليوك الملاعي وفريد بجميع مكي مسكرة أو تقسيسية وهي ينعني سعبان ومحكم كاسو والمتشابه وما فيه التواصل وقسم معناه ذلك تبدل له معنى إلى الله قسمه إلى الله قسمه معنى معنى يسوع ورم طلع أي سموكان دلالته تسنتيسو جزما وأهم معنى أهل وجه الكار الله حسن الوجه على رفع مجد أهل وجه الكار الإهتار أهل تحسن الوجه يعني مجد فاسك تلو فاسره وصاف أمره من مقام صاف أمره من مقام المبحث الأول في معنى المحكم محكم عيسى هو المتشابه متشابه عيسى في القرآن الكريم في الأصل الذي الأول وهو يسمى اعتبار القرآن كريم وقرآن وكريم إن المؤمن كله الماضي محكما عنه أرنه يدل وحاقس عليه تبسا قول إن الماضي محكم أهان على المؤمن وحاقس إله تبس تعالى كتاب أحكمة للصدي آياته أما الأدين لله أما للصدي ده ومعنى إحكامي سبيل ديسا معنى هنا حقنا من تجيب عادة النجوم أنه وحاوية مؤكم الآيات والصبي متشابهة للدين معها مواشا متشابهة وحدي لك على المجلها دين الدين وبالبدا لولي ونص القرآن ليا معنى إحكامي وحي هنا أنه منظم القرآن وعلى تحي رسيل تحي أرب قرآن متحيل التحماء الأرض وبلاغة نساء يسرف نساء ينحو نساء اسكوها كريهين بيان اكت اسوا كريكيري كانت عندي تقسيم على متقن وعلى سوري لا يتبرق مؤمن كرؤمن كرؤ إليه إسانا أي خلال وخلال وردميها وعيرينها كرؤمن كرؤ ما لك عيريها ومعنى لفديه لفي هاية ومعنى معنى هاية معنى عيب لفديه كبير معنى عيب معنى كبير معنى أو إدراك إسكوري ما بلنا إيرينكو أو إدراك قسم بلنا قسم بلنا إيرينكو أو تعال إسكوري ما بلنا إيرينكو كأنه ورسوء بناء راق إسماء مشيد لإيري محكم لسوي يتحدى زمان وما تعسي يتحدى لبوها ويسلم ما تعسي أي زمان زمان كتاب في جوري ما تعسي فسعالها لبوها ويسلم يتحدى لبوها ويسلم ولا ينتابه يسمك إيمان كريم تصدق دلد الله ولا يهام ضعف دلد الله ودفتونك من كرو الوجه الثاني والكرو وهو اعتبار القرآن قرآن إن وعرك كله أمانة متشابه وعرك قرآن رب متشابه وعرك يفهم كان يرفهم من قوله تعالى الله الله نزل سودجي أحسن الحديث وكأو ونفسه كتابا بسودجي متشابها اسم وقائم كتاب ايضا معلومة قرآن في يوردان متشابه على غير المدى قرآن في يوردان متشابه المدى إلا غير ومعنى كوني أحسن معنى هذا
كله تمام متشابه أنه سوى يشبه وحشبه ويؤديها بعض بركين بعض بكتا في إحكامه سبقه وقسمه ونافسه وبلوغه داري بسهاء حتى الإعجاز عجز قريب حتى الإباري واللو عجز قريب فسعاد عبدالي في بلاد جريب وكفهان جريب أكثر مدى فسعاد لو عجز قريب وبلوغه داري بسهاء حتى الإعجاز وإباري عجزين حتى في ألفاني ألفاني سوكو قاعد لو معانيه معاني كورتين حتى المناطق للتفيرية ويصير لأوحان البصير بصير وحب بارك إن أنكرا العالي أقونت بيد ألي لا يستطيع مكي كرا أن يفاضل إن كرا فضله مكي كرا بين آيات الأرض وكرا فضله وكلمات القرآن القرآن الكريمين كيسا كرا فضله الكريم وناسا في الحسن ونادى إيا والإحكام صبيتك كرا فضله والإعجاز عزبيتك كرا فضله والروعة البلاغة بلاغة أخبط بي دائما أخبط كرا فضله لو أسكن لك آيات المؤيدة كبلاغة بلن كم معاني بلن كور واسقط في عن لبه كور وهذا كان وفي جميع الآيات وآيات من منطق بكل أسبانيه إيا والكلمات القرآنية كلمات القرآن فلا ينفقه كما فكره ذلك عن سوشن عن كلمة واحدة كلمة الإنوان فكهي والأساس كان وحال القرآن قرآن كله دماني متشابه كل أسكوة من هذه الجهة بحث مقعد علمه الوجه الثالث وجه صدحة وهو يسمى كون بعده محكم وأنا بكي أحد المحكم والبعض وكون بعده وكون البعض بكت والبعض الآخر بكت أهم تسوء متشابه كون البعض الآخر بكت أهم تسوء متشابه يحل دائما وكان قولكم بين هذا قلت هنا قال الله أن لا يري تعالى شانه ويسر الذي كيويري أنزل سودجي على ابن كركينا الكتاب كتاب سودجي من وحاكم له آيات يعني من أحاد كمدهم آيات آيات محكمات معنى هذا الله عدي هم إيه أم الكتاب أصل الكتاب وكتاب أصل كيس وفرق وكرة متشاهدة وسمع من إن القرآن بريان إذا أنت تقول آيات محكمة وآيات محكمة أحكمة وأرسلها إبعاتها وراهيها وأرفعها أرفعها بأن تفعل وإن رحضي هذا وحال رحضي ما الاحتمال معناه بعض هنوية معنى كالإن قالت هل رحضي واشتباع اسكو قسم بها لرحضي اسو أكيد اسو معنى الأكيد كلا لرحضي وفهيل إليه واضحة الدلالة تسنتهي وعدها لا اعتراف فيها اسقر مر المجرور هذه على آيات على لها المحكمات إلى الصبر وصفها الله الله تمام تعالى يقول هو من قبل أم الكتاب أي أسمه وكتاب أسر بيسا قرآن كها المعتمد إلى الأسفل عليه كتب بيسا وترد نبعيه كلمة ينقاف تنميره وترد نبعيه إليها إلى المتشابهات متشابهات دبل وقري متشابهة وحيبها العلمي متشابهة كتبه هل يقول كل مثال محكم كان مدسة وفيسم كل مثال هل مكاك نايسو كو أكاو كو أكاو وانا مدسة كبه بيسو استعماش واساسة كلا متشابهة محكم كدبه إلي كو فاسر هذا القرصان متشابهة معنى عقب أن قارن قد تؤدي بالمكي لأنك تبقى من آلمه معنى عقب أن قارن قد تؤدي واسع لك قد نجره نسك محكم كأدي بقعي كاسع كافجر وترد وانعلي إليها يعني المشرحة بالمعلم وذلك حسن كقوله تعالى ليس روحه كمثله ذات مساقر صفة مساقر شعر محبا وكقوله تعالى وهو الله يعلم والمتشابهات ما كيوي عدى حسوه عليه ذلك حسوه عليه يعني المبحث الثاني بارك ابن خان بارك الله وفي سرد أقوال العلماء علماء قول الشيبة قبل الدين تحيد الدين في بيان المحكم محكم كعدين تنسى أي قولين يوم مشاهد حديث قولين الأول كم هو وقول ابن عباس ابن عباس قول كسر ابن مسعود رضي الله عنه المحكم هي الناسخ ويليان المتشابه المنسوخ ويليان لماذا إن كان هرت كان هرت لماذا هي إسكا علمي المبرو آية أكسا إسكا سيحرسو الثاني كالوراء المحكم